Je suis Mustapha Mohamed, je t'aime, FC Nantes, c'est parti. طبعا أول حاجة بشكر رئيس نادي نانت فالديمار كيتاو فرانك كيتا ابنه اللي هما واثقين فيا وبشكر المدرب اللي هما واثقين فيا وإن شاء الله كنا على قد المسؤولية وعلى قد الثقة. تاني حاجة طبعا شعور كويس إن أنا فريق بحجم نانت وبتاريخ نانت إن هو يضمني رسميا 4 سنين، فدي حاجة كويسة ليا وإضافة كويسة ليا، وأتمنى إن أنا أكون على قد المسؤولية ونعمل حاجة كويسة. والله الموسم اللي فات كان شوية مش سهل، كان صعب شوية عشان كنا بنلعب 3 كومبيتيشن، كان يوروبا ليج والفرنش كاب والليجا، كان كل 3 أيام ماتش، واللعيبه ما كانتش يعني كان اول مره نخش في الموضوع دوت نلعب كل 3 ايام ماتش، ما كناش مستعدين كفايه، بس حاربنا وحاولنا عدينا بظروف صعبه كتير، بس كان موسم يعني مش سهل، وحاولنا يعني ان احنا نعديه باحسن طريقه، واحسن حاجه ان احنا حاولنا نوصل لابعد نقطه في اليوروبا ليج والفرنش كاب، وصلنا الفينال، بس الفينال ما كناش موفقين فيه، ودي كانت أسوأ حاجة بالنسبة لي. بس الموسم اللي فات ما كانتش بالنسبة لي، كان أول سنة ليا في الدوري الفرنسي، دوري من أحسن دوريات في العالم، ما كانتش سهلة بالنسبة لي، والتأقلم بسرعة، إن هو اللغة والمعيشة بس، والدوري كان قوي، فبالنسبة لي يعني موسم مش أحسن، يعني متوسط، مش يعني مش حلو، مش توب ومش وحش. الذكريات الحلوة مثلا بالنسبة لي إحنا اللي هو السيمي فاينال قبل النهائي، ما رحنا النايف، كان بالنسبة لي حاجة كويسة وحاجة كبيرة، وكان نفسي أخد أول بطولة أوروبية تبقى كأس فرنسا ومع نانت. وقول له برضو يعني برضو الذكريات الحلوة اللي بالنسبة لي لما صعدنا من أولمبياكوس في أرينا، كانت ذكرى حلوة عشان جبت جول وعملت أسيست، وماتش اليوفي كنا حاولنا نلعب هناك وعلى قد ما طلعنا على قد ما قدرنا طلعنا 1-1 وعملت اسيست برضه، فدي كانت ذكرى حاجه حلوه بالنسبه لي احنا نلعب مع فرقه كبيره زي اليوفنتوس زي كده. انا خجول شويه وممكن طيب، يعني مش بزعل من حد، بحب اهزر مع كل الناس، مش بحب حد ياخد موقف منه وحش او اسيب علامه وحشه، عشان انا ما كنتش عارف انا قاعد في نانت ولا هيشتروني ولا همشي من بارنانت، فما كنتش عارف ايه اللي يحصل، بس كده كده شخصيتي اللي انا طبيعي اللي هو انا بحب الناس، فبحب اللعيبه كده كده، اللعيبه بتبادلني نفس الاحترام فانا بحترمهم. والله مدينه نانت مدينه كويسه، انا ما كنتش مكتشف ان هي مدينه كويسه في اخر سيزون، عشان انا من الشخصيه اللي مثلا انا جاي نانت، جاي اللي هو اتمرن واكل كويس وارجع البيت وانام وكده، فكنتش بخرج كتير، فما كنتش مكتشف ان هي حلوه ولا وحشه، بس لما خرجت بقى وفي اخر الموسم وشفت نانت واتفرجت عليها وكده، لقيت مدينه كويسه ولطيفه جدا. والله بتمنى وحاطط ان شاء الله حاجه لنفسي، يعني اللي انا العب على الهداف مش بعيده، فمحتاجه شويه تفاصيل صغيره وشويه تعب، دي حاجه شخصيه اللي هو العب اللي هو على الهداف وكده، وان شاء الله يعني اللعيبه تساعدني ان انا اكون احسن هداف او اكون قريب منه يعني.
قول لهم اللي عايز يعمل، يعني زي ما انت السؤال اللي فات سالتني عايز حاجات شخصيه ليك وكده، فانا قلت لك اللي انا عايز اكون العب على الهداف وكده، فالحاجه ديت لازم اكون مجهز لها من بدري وبشتغل على نفسي من بدري واحرم نفسي من حاجات، ما اكلش اي حاجه ولازم اتمرن، فالحاجات دي كلها بتيجي بالتعب، فمحتاج اللي انا اشتغل على نفسي. وفعلا في الاجازه ما كنت على طول بشتغل، يعني بتبسط وبشتغل، ولما جيت هنا فمش عايز اكون في فرق كبير عشان اللعيبه جايه قبلي ب 10 ايام، فكنت عايز اكون في فرق كبير بيني وبينهم، فكنت عايز اخش على طول، اللي هو برضو انا عايز على طول جاهز. طبعا محمد صلاح اسطوره مصريه، كلنا مبسوطين وبيزيد اي واحد بيلعب جنبه او بيكون معاه في الفريق، انا على طول بتعلم منه كل حاجه، اللي هو على طول بقعد معاه بحب اتعلم منه بيعمل ايه، بيتمرن ازاي، بياكل ازاي، بحب اتعلم على طول منه عشان هو انسان ناجح وفخر لينا كلنا، طبعا بيفيد لاي حد ويزود اي حد يكون معاه في الفريق. موسى اتخو مفخخ برموا، انا بحبه جدا، لعيب كبير بتعلم منه على طول بينصحني، هو وشخصيه كويسه وطيب وبيحبني، فعلى طول بحب اقعد معاه بتعلم منه حاجات، تجربته في اوروبا في انجلترا كانت عامله ازاي. اوي جيبالو فرنسي ان شاء الله. جي سوي مصطفى محمد، جي تيم اف سي نانت. جي تيم خي.